الرحيم. الصوت الأدير عبد الله، منسق الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم. حنا اليوم في إطار استعداد لوقفة احتجاجية أمام مركب ديال الأعمال الاجتماعية بمكناس. هاد الوقفة هذه تجي تلبية لنداء النساء ورجال التعليم، أولا لفتح باب الانخراطات، ثانيا لتجديد المكتب المسير للأعمال الاجتماعية، ثالثا للرفع من خدمات الأعمال الاجتماعية للنساء ورجال التعليم. احنا اليوم الهدف ديالنا هو التغيير، الهدف ديالنا هو دماء جديدة في المكتب المسير للأعمال الاجتماعية بمكناس. احنا ضد التهميش، ضد الاحتكار، ضد التسويف، ضد الانفراد بالأعمال بتسيير الأعمال الاجتماعية. وشكرا. شكرا أستاذ. بدر الدين المعزوزي، الإطار مفتش المصالح المادية والمالية، عضو بالجامعة الحرة للتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السبب ديال التواجد ديالنا اللي كما كتشوفوا أمام المقر ديال الأعمال الاجتماعية هو الحكر اللي ولا على واحد المكتب مسير ديال الأعمال الاجتماعية إلى حدود الساعة، واللي انتهت الصلاحية ديالو، وبالتالي لا زالت هناك استمرارية في التدبير والتسيير دون أي سند قانوني، وبالتالي هناك تهميش وتهميش صريح للموظفين ديال وزارة التربية الوطنية من طرف المكتب المسير. المطالب ديالنا كما كتشوفوا هنايا، حنا كجامعة حرة للتعليم واللي سبقتنا سي دي تي فيما سبق، هو أن تكون انتخابات نزيهة وتعطى الفرصة لمن له الأحقية في ذلك، وتعطى تقرير أدبي ومالي منصف.